طيب مساكم يا أهل الديرة الطيبين المحبين المتكاتفين الودودين الله يحفظ هالديرة هذه قولوا آمين بتكاف... بتكاتفكم وبحبكم وبعملكم وحفظ محافظتكم على هالديرة هذه الحلوة الصغيرة الجميلة أبي أسألكم يا أهل الديرة سؤال وايد مهم أبيكم سامحوني لقي... انا ترى مدروخه اليوم شوي نتيجه تقلبات الجو الحر والبرد فان شاء الله يا ربي يعني كحيت عطاس هذا بعد عادي بسالكم سؤال وايد مهم منو فيكم راح الجمعيه وفي ايده او رقه بالاشياء اللي يبيها ومحتاج لها او محتاجها حق البيت وياخذ هالورقه هذه اللي كاتبها ويمشي في العربانة وكل ما حط الغرض حط صح وكل ما حط الغرض حط صح وإذا ما حط صح كيفه ليوصل للكاشير ويطلع على طول بدون ما يزود ولا ينقص أي غرض أكثر من الوريقة اللي كاتبها إنزين منو فيكم يروح كذي على ويها الجمعية وقاعد يخمط من هالرف ويخمط من هالرف ويا ترس العربانة وأي أحسن تروح للجمعية وأنت يوعان ولا تروح الجمعية وأنت شبعان؟ وإذا عيالكم معاكم تخلونهم على كيفهم يحطون في العربانة اللي يبونه ولا تمنعونهم ولا شلون يعني تتصرفون؟ إنزين إيش كثر تقط يا امي يا ابوي يا اختي يا اخوي يا ولدي يا بنتي في الجمعيه طول الشهر 200 دينار 300 500 1000 دينار يعني ايش كثر وكم مره تروحون الجمعيه انا بوقف هنا شوي بتكلم عن نفسي انا بالنسبه لي يعني اللي يشوفون برنامجي ويبي يشوفني يشوفني داخل جمعية. يعني عشق الجمعية. مو بس كذي انوع ساعات بالجمعيات افطر وكذي. امس الجمعية. السؤال المهم أكثر تحب تشتري من جمعية منطقتكم ولا تروحون الاسواق المركزيه مثل اللي في الري ولا الشويخ ولا حولي ولا السالميه او اي مكان في بالكم وتحبون تروحون له باستمرار عاد هذا السؤال يا اهل الديره حده قوي من اللي يعصب اكثر من كثره الشراء الام ولا الابو هاي اهل الديره واي الاحسن الميزانيه تكون في الام ولا الابو انا سمعت بعض العوائل يحطونها بيد الخدامة ولا الطباخ او الخادم وفكون اعمارهم وهم يروحون الجمعية ويشرون الاغراض والله بقلبي اسئلة وايدة واحد من هالاسئلة اللي بقول لكم اياها انتم يا اهل الديرة تحطون سقف لمصروفاتكم يعني تقولون هذا حدنا هالشهر؟ ها؟ ولا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يعني خلينا نصرف على البيت والعيال ونستانس والله يسهلها بعدين. يعني راح نتسلف شويه من فلان من الاخوه للأخت وشويه قرض على المرتب الشهري وسد العوزه والنواقص. اكيد عرفنا موضوع حلقتنا اليوم. عن السلوك الاستهلاكي للأسرة وشلون نقدر نرشد ميزانية الأسرة وشنو دور الأب والأم في ترشيد الميزانية مع العيال وشلون نقدر نبتعد عن التبذير أنا حط نفسي عن العطسة <applause> زين كل هذا وأكثر راح نعرفه مع ضيفنا الكريم مو الحين بس قبل لا أطلع فاصل وقبل لا أقول لكم تبشاركونا والأرقام بقول لكم على شيء بيني وبينكم الألف دينار المكرمة الأميرية اللي عطانا إياها أبونا أبو ناصر الله يحفظه أمير البلاد سويتوا فيها خل أقول لكم أنا سويت في الألف مالتي من كثر ما اقابل ثلاث اربع حلقات بسام الشمري قابلته الله يمسي عليه الله يذكره بالخير تبع عضو في جائزه سمو سالم العلي المعلوماتيه وقابلت كم واحد كله تحت شون علشان ثوره اللي صارت في مصر ثوره الشباب في الفيسبوك وتويتر صار عندي شغف مو طبيعي على الفيسبوك والتويتر وانا اساسا ما اعرف ولا مشتركه. خلّى اقول لكم سويت بس خلوني اخذ كلينكس ما اقدر اطلع فاصل. انزين خل اقول لكم شنو سويت في الالف مالتي. بوريكم انا جبت الاغراض معاي عشان بوريكم. كاشخه. كاشخه فيه ترى. اشتريت الايباد شوف المخرج مخرجنا وائل اشتريت ايباد باين يا وائل متشكره يا وائل واشتريت ايفون اكيد بتضحكون علي ليل ونهار تويتر معناته تويتر عرفت الحين بكشي تويتر معناته يغرد ليل ونهار انا غرد واقول يا اهل الديره لا تشترون ارتفع الاسعار يا اهل الديره لا تشترون هاي بعد لقي الظاهر العدوى انتقلت لي اهل الديره ورحت ركضه في عطلتي يوم الخميس وركضة اشتريت الآيباد والله العظيم ارتفع الأسعار والله حرام عليك يا وزير التجارة اللي خليت عياني خل أقول لكم شنو شفت ويا ريت عندي أرقام تليفونات خذيتهم من شباب ما ابي اسمي تعرفون انتم الاماكن اللي بيعون فيهم الايباد واللي اسمه الايفون. انا احس داخله مدرسه. مو داخله حفيز مع الاجهزه التكترونيات. وعلي هالامهات وهالابهات زاخين هالعيال من هالكبر ما شاء الله ريايل. تدرون من اشتريته انا مع الخيل يا شقره. تدرون انا يوم خذيته يقول لك لا متخلص وتدفع الفلوس تروح يقول لي تعالي باكر عشان يبرمجونه قعدت اسولف مع اللي بيع عرفت عن نفسي قلت له انا عندي حلقه بفضحكم شو افضحهم عليه؟ افضحهم انا اول واحده مشتريه قلت له بفضحكم على ارتفاع الاسعار وهذه حقيقه ارتفعت الاسعار وانا اشره على وزاره التجارة النايمة اللي ما تدري وإحنا بعد شو نسوي نشتري بالألف ده ولكن أحد قال لهم ليش الأسعار مرتفعة عمك أصمخ الشاهد قال للصدقين الموظف الكمية اللي عندنا داخل في المخزن جايبينها حق بشهرين خلصت بيومين جايبينها حق شهرين خلصت بيومين على السعر يعني ما شاء الله عليهم مو مو انتفخت ونقول شلون جيوبهم لكن ارتفع الرصيد عندهم. ولا حد بتحكي ولا حد محاكي ولا حد قايل لهم شيء. بس شو نسوي بعد انا بتعلم فيسبوك وتويتر والواتساب وما ادري شنو هو خذيته للحين ما اعرف له باكر ان شاء الله راح يعلموني عليه. الشاهد اللي بوصل له يا اهل الديره هل الآن اللي سويته صح ولا انا سويته غلط اللي يحب يشاركنا في حلقه اليوم يرسل حرف طاء او تي زين تسعة ثلاثة, ثلاثة واحد اثنين الوطنية واحد خمسة اثنين واحد فيفا خمسة صفر واحد اثنين تسعة تسعة ومحطوط على البار قدامكم ننطر مشاركتكم نطلع فاصل يا أهل الديرة وشوف الضيف اليوم الحكي اللي بحاكي لنا إياه نطلع فاصل ورد رجعنا لكم يا اهل الديره الطيبين المحبين مره ثانيه رحبوا بضيفي وضيفكم استاذ صلاح الجيماز محاضر في الشؤون الاستهلاكيه الاسريه اهلا وسهلا فيك الله يطول صلاح شلونك يا رب شكرا على تلبيه الدعوه بالعكس والله هذا واجب وقبل لا اتخلى على التقرير ولا على الاسئله عندك ايفون مشتري؟ اي كاو خلينا نشوفه خلينا نشوف اهل الديره عجيب بعد زين تستخدم التكنولوجيا الحديثه التواصل الاجتماعي لازم لازم يعني هو عموما لا استخداماته إيه؟ الجهاز اشتريته وقت المكرمه الاميريه ولا لا قبل؟ لا قبل 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 قبل, قبل إيه. إيه. والالف مالتك ايش فيها؟ الالف آه امانه يعني اهل الديره يسمعونك سداد إيه؟ سداد سداد يعني آه. ليش هو او انا اللي كنت بقوله اليوم آه، تدري انه مر شهر بالضبط على الالف اي مر شهر ألف شهر أي. الحين لو كل واحد يسال نفسه ايش كذا ايش بهالشهر؟ كل بلأش. واحد يسال كاميرتك قدامك كاهي يقول حق الديره اهل اسال ال الالف مالتكم وين وديتوها؟ لا شوف هو السؤال اليوم انا كنت بجهزه أي. طبعا <applause> على مرور شهر على المكرمه اسال <applause> الله يطول بعمره شيخنا امين رب العالمين ولا يحرمنا منه امين يا رب فرح قليباتنا والله و... والله وايد فرحة والله فرح العظيم و... اللي كان لهم ست. راي اقتصادي في الاستفاده <applause> منها واللي ما كان لهم راي كل استفاد <applause> وال والوقت أثبت إحنا عشان كذي ترى حلقه اليوم مسوينها ما شاء الله اي والله زين ودورنا <applause> اليوم اهل الديره خلي يسمعونك لا بس هو انا الحقيقه كنت في البدايه قبل تنزل 1000 الحمد لله انا كان في استعداد نفسي الاهالي ان الالف جايه فايش راح تسوون فيها؟ فصارت استعدادات نفسيه بعض الدورات بعض اللقاءات فكانت نصيحتي دائما اذا نزلت الالف لا تصرفها. انت نصيحتك. إيه؟ <applause> اذا تصرف. نزلت الالف لا تصرفها. لا تصرفونها. خلوها بالحساب يعني ثلاثة ايام اربعة ايام. بس يحطون ثلاثة اربعة ايام. خلوها بالحساب لان شو اللي يصير؟ إيه؟ هو انا اتكلم على الجانب النفسي اليوم لما يصير لما تسولف انا بقول بعطيك 1000 تقول لي اوكي خير ان شاء الله بس لما اعطيك يعني اياها تمسكين الكاش بيدك الانسان في طبيعته إيه؟ لما يصير شيء ما مسكت راحت البنك وعنده كرت فما ما مسك بيده هذه اسوء هذه هذا هذا تحكي عنه بعدين هذا إيه اسوء صح كلامك ف إيه؟ طال عمرك انا استقليت الوضع انا دريت ان ال1000 ما راح تنزل لان يبون يعدلون البطاقه المدنيه استانست قلت زين اشوى من كيف هي ما راح تنزل تتاخر فتاخرت علي اسبوع استانست وايد استانست ايه. زين لان لو تتفرجين على الناس شلون شروا والناس اللي عندها افكار في, ايه. في ناس اعطوني افكار وايد حلوه انزين لا تقولها الحين اي ما قايلها في بعدين. يعني في ناس ربوا عيالهم على طريقه استهلاكيه تربيه استهلاكيه هاد. كلها راح ندخل هالمحاور هذه ونتكلم فيها بس عندنا تقرير اخوي صلاح نشوفه مع بعض ونرجع الله يقول واما بنعمه ربك فحدث فاذا كانت النعمه موجوده والخير موجود فلا ابالي انا ما اعتقد هناك في استهلاك اكثر من الحد اللازم لكنه في رفاه موجود أه طبعا لا ان كل اسره لها ميزانيه خاصه بالاسره إذا ما يكون هناك سياسة للإنفاق سواء كان إيرادات الأسرة أو مصروفاتها فلا بد أن يكون الأسرة يكون عندها سياسة استهلاكية فيما تحتاجه الأسرة من متطلبات الحياة وأعتقد أن الحكومة ساهم في هذه التوعية بالنسبة لسياسة الاستهلاك مسؤولية تعليم الأولاد سياسة الاستهلاك هي طبعا في الدرجة تقع الوالدين يعلمون عيالهم منذ الصغر يعني الاشياء اللي يحتاجونها والاشياء ما يحتاجونها وكيفيه البيع والشراء ايضا والمسؤوليه الثانيه تقع على وزاره التربيه واعتقد ان هناك من ضمن المنهج كيفيه اعداد الميزانيه والاشياء الاستهلاكيه وكيف نتعلم اللي هو الاقتصاد في الاشياء وعدم التبذير والاسراف كثير من الاشياء احيانا والله تطغى علينا الكماليات والتقليد والمحاكاه مثل فلان عنده انا ودي